نحن في قرية النويداء، قرية الإباء، وأرض الشهادة، أرض عيسى قنبر، وأرض الإسلام، وهاب حسين. جئنا نتضامن مع عوائل المعتقلين في هذه الوقفة. أحب أن أوضح تأسيس القضاء في البحرين، الذين يدعون أن القضاء مستقل وأن القضاء نزيه. في هذه القضية سقطت كل النزاهة وسقطت كل الاستقلالية، واضح تأسيس هذا القضاء وهو جزء من هذا النظام وهو جزء من هذه الانتهاكات. نفس القاضي الذي حكم بالبراءة على قاتل الشهيد صلاح عباس، نفس القاضي حكم بالبراءة على متهم بقتل الشهيد صلاح عباس، والأدلة تثبت بأنه قتل بطلقتين من الشوزن. نفس القاضي يحكم بعشر سنوات على 12 شاب من قرية النويدرات بتهمة الشروع، صاروا الشروع في القتل، بينما الشهيد قتل برصاص الشوزن ويخرج المتهم براء. هذا هو القضاء في البحرين، هذه نزاهة القضاء في البحرين، وهذه استقلالية القضاء في البحرين. أعتقد هذه القضية أسقطت كل، كما يقولون أسقطت ورقة التوت التي تغطي هذا القضاء وقبلها من القضايا، ولكن هذه القضية واضحة. نفس القاضي يحكم بالبراءة على قاتل ويحكم بعشر سنوات على شروع في القتل أو مقاومة رجال الأمن أو ما شابه ذلك من التهم المبسترة المعلبة. ونحن كعوائل شهداء نتضامن مع هؤلاء العوائل، وأيضا كما قال إخواني هذا لن يغير من الواقع في شيء. الحراك مستمر، الثورة مستمرة حتى تتحقق مطالب الناس، ويكون لهذا الناس وللشعب قراره في اختيار النظام الذي السياسي الذي يناسبه والذي يقبل به في هذا البلد. والسلام عليكم.